ثلاثة أيام كانت فيه زهرة الفرقة الأولى بفوج كشاف طبرق خير مثال يحتذى خلال حملة التوعية التي شاركنا فيها بأهمية التنظيف والمحافظة على الشواطئ. اليوم كان عندنا مصيف ثلاثة أيام، صراحة استمتعنا جدا، تعلمنا أن ما نسقوش الأوراق في الشاطئ حتى يكون نظيف، ونكون متجمعين مع بعض حتى لا يصيب أحد شيء. مفوضية طبرق والتي أشرفت على هذه الحملة من خلال فتيات الكشاف واللاتي عشنا خلال ثلاثة أيام أجواء رائعة داخل مصيف العودة. نحن متواجدين اليوم في يوم الختامي لمصيف الزهرات، وكان على مدة ثلاثة أيام، واليوم هو اليوم الختامي، وكان في نشاط حيوي على مدة ثلاثة أيام. واليوم والله الحمد يعني قاموا بنظافة الشط تحت إشراف الدكتور والقائد الكشفي حسن الدمنهوري، متواجد معنا الآن في هذه اللحظة، والنشاط مستمر وإلى حوالي الساعة 7:30 مساء بإذن الله. حملة توعوية ليست بغريبة على الحركة العامة للكشاف والمرشدات التي دائما ما تكون حاضرة في مثل هذه المناشط.